لا عود لجهة القانون، لازم تسب لهم، لازم أدم لقان. الهبة تقع بإرادتين وتفسخ بإرادتين، لازم عارف الشرط فيتسن، لازم أديعات تمر كل جسم نزع. الله يا اخي ربي يقبل الرزق، صح عليك اخي، صح عليك، الله يتقبل الزياره ان شاء الله، ان شاء الله ربي يقبل واش اخي، يقبل في مسلم ان شاء الله. هي يا خيرك يا اخوني الباروك سلام عمرت اوك باغيش ان شاء الله تسافر هذا الوادي انت يعطيك الصحه سي ما تغرب ان شاء الله سي ما تغرب انت تبت شو ضحيت بس سين الكوراج برك اتوجد اسو الشتا في درخ شطيب غير الحق غير الحق صح باش الغبه بتشوري شي كنت مرتي فرتش نخاطي هي صح الحق ربي يقبل الغبص يا خيرك يا ربي هاشي شي ربي لا خلف اش دوني تقبل رخلت ايه حقا تفكر دي على بالك خصها شي يقبل لي بابا كله يوري تمرت عقد هبه على خاطر يبي يختغل عمر ايه فين المشكل ده بصح يوريت وتستغل غير باتات سني غتغمطيت ايه توني وتسمي عقد هبه القرار او هاد بتيه ملك أعوذ بالله من الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيتما إسماء نشاش يغلب أن ملقى تقيمته أن نكمل أن نوضح لبعض الأمور إلا نتهم مدن إلا نشغل البال مدن يغلب تكلبنا تسولا ماذا بهم تفهما ماذا بهم وتطن الغلطات ماذا بهم نغلطن في التصرفات القانونية خطر منش نذكر تقيمته قد عن القانون يعر، القانون معقد، القانون ديس تفاصيل يغلب، القانون لا يحمي المغفلين، لكن حد يغلط يتحمل مسؤوليتس ولا عذر بجهل القانون. نسيو ليك تقيمتك عن الموضوع من الهيبة للبيعت، لأن باللي الملكية ثابتة، وتشكي كن حد الموضوع باللي الهيبة لا ثابتة نخاطي ثابتة، الهيبة ثابتة كن حديوها باش كنشا خلاص، الهيبة. كذلك لا تفسخ إلا بإرادة الطرفين نكمل يقن الموضوع في هذه الهبة البعض من الشبهات توقعت الهبة نزع لك قال بابا قبل غادي توفى سوسكوا صنع عامين يوهب اكتمورت نغتدرت نغجنت الدرت الزوجتس نغتروس نغزي طروس توني من ناحية الشرعية سجيت نتموسني من الدين لا يجوز هميمي أخطر ديس تفضيل جار الورثة خاطر ديس يقن التحايل في الميراث خاطر ديس تمييز جال الورثة وغالبا ما يتوقع من غان توقع الشنآن الموضوع عن تاريكات لك إن شاء الله مستقبل ناس نجيك تقيمت نصن تنسيو الموضوع عن تصفي تاريكات تقل الموضوع بلا بس بمناسبة الهبة أن وضحتوني لبعض ديد بابا العاطفة تتقوى غفسن إلا دزع لك العمر إلا 70-80-90 عام أتمل عاطفتس يا إما غل زوجة وقد تكون زوجة صغيرة تموت مما انت رواسي كملي زوجي كتجدي تبزانت تعجبت إن أسوش غاش جنت الدارت نغا تغري أسياري جنت الدارت نغا تدارت بلغا تسنن الورثة نغ إقل سي تارواس نغ تسي سيس أدي ميز إقل الورثة لازم نحفظ إقل الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يقار لا وصية لوارث أخاطر صغت تعد تزعلكد في مرض الموت يعني تلاكي تقربد غل وفاة إلا أني كسبت ربي قاع في ميدن أين تصرفني إلا مشبوه أولاً الموت تقل لم بشكاش قبل تجد الهبة تني غسل حق عشان يطلب شهادة طبية أسكت لك فعلاً العقلية تتش وتليد تخرفض واللي غش زهايمر وتليد تخلطت شرع
اش تطلب شهاده طبيه من طبيب مختص في الامراض العصبيه والامراض العقليه باش كتجدوصي ادي حميمانس ادي حمل ورثه بعدش باش كنت منغين خاطر ساعه ساعه الهبه تكون تكرمنت بعد الوفاه السنه غداس لجنه التعشيره غداس من كصفر تاريخه الدفغن اتفق زوج سينيا ليوهبي يوهبي جنت الدار دفغن طروه يوهبي شايو اذا تولي لا تجوز الا بتقن حد يوهب الجنس راه في حياته مقابل عناء اديني باللي لاكيغ وشيخ اجنت الدارت نغربو انت الدارت زوجتك سواء انت مزور تضفيت سنت نتجع لوك نطبزنت وشي غاس مقابل العناء يقل العناء يقن وخدا ميلان فوق طاقة الإنسان قالتو غير مريض طريح الفراش تصغ أسقوا صنعامين عشر سنت تهتو وتخدمي تقابله وين يقل العناء يقن تعب زايد على عدد الناس يقن شايلا زايد ووني تستاهل أسترد اجنت الدارت منه وتزدين الغابت يقل تمورت يقل نمرو يجوز مقابل عنا نغي قنسي تروتش قال لي قنسي تروتش كزعلوك نغب زنغة وصاني يخدم معايا الغابت نخدم معايا تحنوت قده نعام ممكن لك وسو شغل حقس وسو شغل أجر تستا وحديت أسو شغ أسو هبغ منه وتزدين أسو هبغ يقل تمورت يقل نمرو يقل تدارت شتو بتا الخير الله يعني ازدغ الورتة إلا غسل بتا أدورتن وني يجوز المهم الهبت يطروى نغي زوجت وهو من الورثة لا تجوز إلا إذا كانت مقابل عناء يعني تقدم المبرر تقدم الموطف هامي وهبغس خاتي غمني بتغمني لا تجوز وتقدع خطر الهبتو بتتود تعاد تسليم الزخ بتتخط نيد لك وهبغس أستوشغ أتبي سغدمت توني تؤول قانونا بالليد الوسيط خاتي الهبت بتتجوز تلوت وتقدع إلا برضاء الورثة وتقدع إلا برضاء يعني كل هبة يمكن حد يوهب يمكن شاء الورثة إنا ياسن نغي الورثة إنا ياسن أو انتو شغل نغا تسلممت نغا تبيمت بعد غد منتا توني تؤول قانونا أنها وصية وليست هبة وتنطبق عليها أحكام الوصية وليس الهبة كذلك البابا نغي الجد غرس الحق أدي يوهب في حياته أدي يوهب قاعد يتروس حر في حتى واحد ما يسلم أدي يوهب يتمجيدا يوهب يكتل جمعية خيرية يوهب أسن قاعد يتروس أدي حاول أدي عدل جرسن تخيل العدلو خاطي العدل الميرات للذكري مثل حدون ثاني خاطي أسن يوش قاعد يكتنتوين أسن يوش يكتن شايلا متقارب يجوز تخيل ووشيو وهو على قيد الحياة لا يسمى ميراتن وتسمي الميرات تسمي الهبات لا يسمى البعض ميد غلطا عشان فلان يزون الميراث انت يدر يزون قبل غادي يمت يقول بسوالتوني لسيس لا مصطلح لا يسمى ميراث وني الهبت وغرس الحق قد يوهب إمانو سيرتو لا يتمتع بكامل قواه العقلية حتى واحد ما يسالو قد يوهب منو يخص نيغ أي الهبتو بشرط فقط وبعد ذلك الورثة بالتوليع ديال جرسن غرس الحق إني لا نوصل ندي صح بعد الوفاة أضوان العدالة وما أدرك من العدالة أتشمر دعوة باللي بابا النغي وهبت الدارتو نغب نمرو يوانغ نغي تمططس ويمكن في إمام النغي ولتماذا أدى أسبين منسن نتاي إلا تم ناس مريض مرض الموت تصرفات الشخص وهو مريض مرض الموت ولتقدع إلا برضاء الورثة بتد المريض مرض الموت المرض النيلان يزدي قربغة المدانت يقن يوضا غراف مريض يتصم شان يقيمة سمشان سمانت سمانت ينيور أسقواس عامين الجمت يعني ولي راح وني تمنى مريض مرض الموت تصرفتني والقضع والجورن إلا برضا الورثة باتقع الورثة قبلا خلاص باتول قبلا غرس الحق أدمس حن أدلغن العقدني إلا نجيت وهو كبير السن مريض مرض الموت. إذن المادة 205 من القانون الأسرة قار يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة أو دينا لدى الغير أتيوش عينا يعني طامورت بعينه إنه منفعة قال لك وهبة تدرتو أتستعمل يتعشير تنغي تمجيدة تنغي تجمعيت كوهبة غاسا لانتفاع أتستعمل مدى الحياة استعمال فقط خاطي الملك يجوز إنه دين لدى الغير إقن الدين الهالك وإني خدي وهب إلا غرس يقن دين نتا إيسال دي يقن حد بلا قال ديني لك يوهب غاسي فلان يوهب غاسي فلان يجوز
خلص الحق قد يوهب. المادة 206 تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، لازم الواهب الموهوب له عاد قبل سنين لما نويشيني كيفاش مادام يوهب صبرك لاش بتتوهب، لازم الموهوب له وان يتقبل الهبة لازم يقبل، خاطر الصح قد رفض غرس الحق والكنبة تحتمت بالدرعة تقبلت. ثم الهبة يني لازم تحدد بثمن وهب غاش تدارت تساوي 100 مليون تساوي 200 خاطر ممكن يرفض عشان شي وتساوي كاع السوم تني، يعني الموهوب له لازم يقبل. العكس الوصية، الوصية ممكن يجن حد قاضي وصى يجن سرا عديس ممس جنين في بطن أمه ممكن استوهبت. الهبة من طرفين أي يجن حد الموهوب له بتضب الظن وليو 19 عام وليو تسن الرشد لازم تكون مع اسم ممس النغبة بس الولي الشرعي لقبول الهبة باش كان يقبل الهبة. إذن تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول ديما مصطلح أتنى المد تستعملا في جميع العقود، عقد الزواج كان خزرت كاع صار يخطب بك تطلب بك باش كتمنش من بعداس توافق يوافق الوالس عندود الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول طلب مزور تسمنس الإيجاب لا ريبونس وني فايتسن تسمنس القبول، لازم تطابق الإيجاب والقبول تخزم الطبقين الإيجاب والقبول بتختلف لا ينعقد العقد، عقد زواج نعقد بيع نعقد أي عقد بتا نشي طلبغ في عقد زواج طلبغ الوالي قال الزوجة ديليتش فلانة فاطمة بعد الوالي نعم لك قبلغ الزوجة يليك زينب لا ينعقد العقد خطر محل العقد مختلف فيه العقد باطل. إذن تطابق الإيجاب والقبول لازم أتكون متطابقين وتتم بالحيازة سغاشيني غو هبغاش لازم توشغ تبيت سواء بالمنقولة تبيت فوسج نغطامور تتعاد غش الحياة تستعمل تي والسوم وش تجي اختال بعد غد المتغ نتكرر الدور بتا وخر اختال بعد غد المتغ الوصية. إذن لازم الحيازة لازم وهبغاش أش توشغ مع مراعاة أحكام طريق التوثيق في العقارات خطر الحيازة من مغتم أتم بعد الشهر في المحافظة العقارية العقود العقارات كاع من ميت تمان خاطي سغد ثانيا البيع والشاري ست الموتق زديغو لتم البيعات خاطي سغد ناوي العقد لمصلحة التسجيل زديغو لتم البيعات قال ديور المحافظة العقارية اللي تسجل المحافظة تشهر خلاص اين دو ختني تم البيعات المرحلة تني سو ثانية ثانية ست الموتق ثانيا بصمن البيع الشاري الشهود ثانيا المحافظة العقارية ممكن سمنت ممكن سمنتين ممكن يور ممكن شهرين ساعة ساعة طول الوقت نيز ديغولي تم البيع زديغولي تم البيع البيعت آلت شهر محافظة العقارية أديرس الكاشي المحافظة العقارية أيندوني تمت البيعة وتمت تسليم المرحلة تني تسمنس التزام شخصي التزام شخصي بتولي تشهر العقد لسبب من الأسباب المحافظ يرفع يرفض مشكلة شهر العقد لسبب من الأسباب لا الأسباب يغلب ولتشهر العقد يقيم دي بلوكا العقد ثانيا الأطراف يقضع مصلحة السجل قيمت وليتو شهر وني يتحول من عقد ملكية إلى التزام شخصي يعني البايع إلا يلتزم باللي يزنزاج دي قل واجب غفص دي قل التزام غفص بتالي تفر ريال أش ندير بتخسر تفسخ البيعت يعني كون تزمغ العدالة العدالة تخزر الموضوع للالتزام قال شتي تلتزم باش كتزنزد شتي تلتزم باش كتسغد ثاني من العقد حضر الشهود الموت قيوري العقدني يويت المصلحة التسجيل مصحلو التشهر داني العدالة وتجور التمرغم في تمورت قال صغيرة لاش تمورت التم البيعت والتم لاش التعتنا قسم الالتزام يقعن القاضي عن السوالات البايع شتي البايع لازم استوش تمورت المشتري المشتري شتي لازم استوش السومة تذكر من العقد لازم استوش تت البايع الالتزامه لازم توافي مصاص شغل قاعد يوعد سيكنترا يبطل وليجي الوعد وليسيويل سلملكية تنتمورت أسيني يلبايع لازم أستوش الطامورت المشتري لاش ولتم البيعات مادام ولدت شهر ولتم البيعات. إذن وني الهيبة ننا تتم الحيازة مراعاة حكم التوثيق فيما يخص العقارات الإجراءات الخاصة بالمنقولات المنقولات كذلك لبعض المنقولات الإجراءات أنطونوبيل مثلا لبعض المنقولات لاش العقد أجنزغوني تجد الريال أجنزغفو ستش تسليم اشو خلاص هامي تسليم خاطر بطا يرز يحرك فوسيك اش تخسر بعد وشي غاش تفوسك
يرز يحرك خلاص يا تحمس ويتك مش تفري الجيبك خلاص. غسل المعنى تحديد لحظة التسليم في المنقولات وفي العقارات. شكرا ربنا يحفظ على هذا الانتباه وعلى هذا الإصغاء. إن شاء الله أن ملاقى تقيمتين غدسا كذلك أنكمل أن أوضح بعض الأمور إلى المهمين. أزنت نغض الأسئلة نهم، أزنت الاقتراحات نهم، الانتقادات نهم. شكرا نوم ليطاود ربنا يحفظ تنميرت توغيمت إن شاء الله قاعد منشيت لين. شكرا والسلام عليكم.